زي ما كان عادل قال وكابتن عادل مصطفى برضو قال، الفوارق كبيرة قوي ولكن البطولة صعبة. طبعا كابتن، هو اول حاجه عايز اقولها طبعا مبروك للنادي الاهلي، بطوله فعلا فعلا بطوله مهمه السنه دي، ان النادي الاهلي ياخد بطوله الدوري في ظل الظروف اللي مرينا بيها الفتره اللي فاتت دي كلها. انا شايف ان البطوله دي هتفضل في الاذهان لفتره طويله جدا، ان هي اسمها بطوله، اول حاجه زي ما الكابتن علاء قال بطوله مؤمن زكريا، تاني حاجه بطوله يعني المشاكل والكلام الكتير والرغي الكتير اللي كان بيحصل الفترة اللي فاتت، ان الناس مش عايزة الدوري يرجع والناس مش عارف ايه والكلام ده. فالنادي الاهلي يا جماعة هو ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، النادي الاهلي بطولة الدوري دي المفروض ان هي يعني خلاص يعني زي قرصنة كده كابتن علي، ان هي المفروض تتكتب باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي الدوري ده حاجة، انا من رأيي شايف ان الموضوع بالنسبة للنادي الاهلي بطولة الدوري دي حاجة بقت عادية جدا. يعني التفكير كله دلوقتي، يعني اي مدير فني يجي المفروض ان هو بيتعاقد مع النادي اول حاجه كانت بطوله افريقيا، بطوله الدوري ما بيتكلمش فيها، لان الدوري ده بيبقى يعني شبه محسوم بنسبه 90%. الغريب بقى كابتن ايمن ان انت لو ما خدتش الدوري، هي دي اللي بتبقى حاجه يعني شاذه، ان انت ما خدتش الدوري دي، فدي حاجه بتبقى صعبه على جمهور النادي الاهلي. ويعني اخر مره حصلت من 5 سنين 2015 لما نادي الزمالك خد الدوري، كان في طبعا يعني ازاي ان النادي الاهلي يخسر بطوله، لكن لما الفرق الثانيه بتخسر الدوري فده بالنسبه لهم عادي. فانا شايف ان البطوله كانت بطوله مهمه السنه دي للنادي الاهلي. عايز ابارك لكل الناس اللي كانت موجوده في 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 جهاز الكوره وفي في في الاداره وفي حتى الناس اللي بتشجع، لازم الناس دي تاخد حقها كويس جدا. الناس دي تعبت على مدار اكتر من 12 شهر او سنه تقريبا، لان كان في 5 شهور كان في كورونا، الناس دي تعبت لازم تاخد حقها طبعا. الاداره عملت اللي عليها واكتر، الناس ما قصرتش في اي حاجه ووفرت كل الامكانيات للعيبه. الجمهور طبعا برضو كان ليه دور كبير جدا يا كابتن ايمن، في ان هو كان في ظهر اللعيبه دايما ودايما بيتصدى لكل المهاترات اللي كانت بتحصل على السوشيال ميديا. فطبعا مبروك للنادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله ان دي تكون دافع قوي باذن الله لبطوله افريقيا ان شاء الله.